السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتطرق من خلاله لتصحيح التمرين رقم 32 من الدرس الأول، اتصال دالة عددية. محتوى التمرين: السؤال الأول، بين أن المعادلة x3 ناقص x2 ناقص 1 تساوي 0 تقبل حلا واحدا في المجال المفتوح 1 2. ثانيا، بين أن المعادلة f لx تساوي 0 تقبل حلا واحدا في المجال r إطوال زائد، بحيث f لx تساوي 1/2 x3 زائد x ناقص 1 مقسوم على 2x ناقص 2. لنبدأ بالسؤال الأول لنبين بأن المعادلة x3 ناقص x2 ناقص 1 تساوي 0 تقبل حلا واحدا في المجال المفتوح 1 2. من أجل هذا سنستعمل مبرهنة القيم الوسطية. نضع f لx تساوي x3 ناقص x2 ناقص 1. إذن المعادلة x3 ناقص x2 ناقص 1 تساوي 0 تكافئ بأن f لx تساوي 0. لدينا الدالة f متصلة على r لأنها دالة حدودية، وبالتالي فهي متصلة على المجال المغلق 1 2. لدينا f لx تساوي x3 ناقص x2 ناقص 1. إذن f لواحد تساوي 1/3 ناقص 1/2 ناقص 1. 1/3 تساوي 1 ناقص 1/2 تساوي ناقص 1. 1 ناقص 1 ناقص 1 تساوي ناقص 1. كذلك f لاثنان تساوي 2/3 ناقص 2/2 ناقص 1. 2/3 تساوي 8 ناقص 2/2 هي ناقص 4. 8 ناقص 4 ناقص 1 تساوي 3، وبالتالي f لواحد في f لاثنان أصغر قطعا من الصفر. ومن حسب مبرهنة القيم الوسطية فالمعادلة f لx تساوي 0 تقبل على الأقل حلا في المجال المفتوح 1 2. للبرهان على وحدانية الحل يجب البرهان على أن الدالة f رتيبة قطعا على هذا المجال. إذن لندرس رتابة الدالة f على المجال 1 2. لدينا f قابلة للاشتقاق على r لأنها دالة حدودية، وبالتالي فهي قابلة للاشتقاق على المجال 1 2. ولدينا مهما يكون x ينتمي إلى المجال 1 2، مشتقة f هي مشتقة x3 ناقص x2 ناقص 1. مشتقة x3 هي 3x2، مشتقة x2 هي 2x، إذن مشتقة ناقص x2 هي ناقص 2x، ومشتقة ناقص 1 هي 0. هنا نعمل ب x ونحصل على x عامل ل3x ناقص 2. بما أننا نشتغل على المجال 1 2 فx موجب، وبالتالي إشارة f' لx هي إشارة 3x ناقص 2. لدينا x ينتمي إلى المجال المغلق 1 2، يعني بأن x محصور بين 1 و2، وبالتالي عند الضرب في العدد الحقيقي الموجب قطعا 3 الترتيب لن يتغير، فنحصل على 3x محصورة بين 3 في 1 و3 في 2، أي 3x محصورة بين 3 و6. عند الطرح كذلك الترتيب لن يتغير، 3x ناقص 2 محصورة بين 3 ناقص 2 و6 ناقص 2، أي 3x ناقص 2 محصورة بين 1 و4، وهذا يعني بأن 3x ناقص 2 أكبر قطعا من الصفر. إذن 3x ناقص 2 أكبر قطعا من الصفر، كذلك x أكبر قطعا من الصفر، هذا يعني بأن f' لx أكبر قطعا من الصفر. وبالتالي مهما يكون x ينتمي إلى المجال 1 2، f' لx أكبر قطعا من الصفر، هذا يعني بأن الدالة f تزايدية قطعا على المجال 1 2. إذن حسب مبرهنة القيم الوسطية فالمعادلة f لx تساوي 0 تقبل حلا واحدا في المجال المفتوح 1 2. هذا يعني بأن المعادلة x3 ناقص x2 ناقص 1 تساوي 0 تقبل حلا واحدا في المجال المفتوح 1 2. السؤال الثاني، لنبين أن المعادلة f لx تساوي 0 تقبل حلا واحدا في المجال r إطوال زائد. لدينا f لx تساوي 1/2 x3 زائد x ناقص 1/2 x ناقص 2.
اف دالة متصلة وقابلة للاشتقاق على اخ اطوال زائد كمجموع دالتين متصلتين وكذلك قابلتين للاشتقاق. الدالة الاولى هي الدالة الحدودية المعرفة ب 1 على 2 في اكس اس 3 زائد اكس ناقص 2، والدالة الثانية هي الدالة الجذرية المعرفة ب ناقص 1 مقسوم على 2 اكس. في هذه الحالة يجب ان نبين بان صفر ينتمي الى صورة اخ اطوال زائد بالدالة اف. سنقوم بدراسة رتابة الدالة f على هذا المجال. لدينا لكل x من r إطوال زائد مشتقة f هي مشتقة هذا التعبير. مشتقة x أس 3 هي 3 في x أس 2. مشتقة x تساوي 1. مشتقة ناقص 1 على 2 x هي ناقص 1 على 2 في ناقص 1 على x أس 2. مشتقة ناقص 2 تساوي 0. 1 على 2 في 3 في x أس 2 يساوي 3 مقسوم على 2 في x أس 2. ناقص 1 على 2 في ناقص 1 على x أس 2 تساوي زائد 1 على 2 x أس 2. وبالتالي مهما يكون x ينتمي إلى اخ إطوال زائد f بريم لx تساوي 3 على 2 في x أس 2 زائد 1 زائد 1 مقسوم على 2 x أس 2. إذن لكل x ينتمي إلى r إطوال زائد f بريم لx أكبر قطعا من الصفر، وهذا يعني بأن الدالة f تزايدها قطعا على r إطوال زائد. إذن صورة r إطوال زائد بالدالة f هي صورة المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية بالدالة f. الدالة تزايدية قطعا، أحتفظ بترتيب الأطراف فأحصل على المجال المفتوح. نهاية f لx عندما يؤول x إلى صفر على اليمين، نهاية f لx عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. ولدينا f لx تساوي 1 على 2 في x أس 3 زائد x ناقص 1 مقسوم على 2 x ناقص 2. إذن نهاية f لx عندما يؤول x إلى صفر على اليمين هي نهاية 1 على 2 في x أس 3 زائد x ناقص 1 مقسوم على 2 x ناقص 2 عندما يؤول x إلى صفر على اليمين، والتي تساوي ناقص ما لا نهاية، لأن نهاية 1 على 2 x أس 3 زائد x ناقص 2 تعبير الأول والثاني والأخير عبارة عن دالة حدودية نهايتها في عدد التعويض المباشر. نحصل على 1 على 2 عامل لصفر زائد صفر ناقص 2. 1 على 2 في صفر هو صفر، صفر ناقص 2 هو ناقص 2، وبالتالي نحصل على هذه النهاية تساوي ناقص 2. ثم نهاية الجزء الثاني أي نهاية ناقص 1 على 2 x عندما يؤول x إلى صفر على اليمين تساوي ناقص ما لا نهاية. ناقص ما لا نهاية ناقص 2 تساوي ناقص ما لا نهاية. كذلك نهاية f لx عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية هي نهاية هذا التعبير تساوي زائد ما لا نهاية، لأن نهاية 1 على 2 في x أس 3 زائد x ناقص 2 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي نهاية 1 على 2 في x أس 3 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. نهاية الدالة الحدودية بجوار ما لا نهاية هي نهاية الحد الأكبر درجة. هذه النهاية الأخيرة تساوي زائد ما لا نهاية. من جهة أخرى نهاية ناقص 1 مقسوم على 2 x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية تساوي 0. إذن صورة r إطوال زائد بالدالة f تساوي صورة المجال صفر زائد ما لا نهاية بالدالة f. هي المجال المفتوح نهاية f لx عندما يؤول x إلى صفر على اليمين نهاية f لx عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. وجدنا بأن النهاية الأولى هي ناقص ما لا نهاية، بينما النهاية الثانية تساوي زائد ما لا نهاية. نلاحظ بأن صفر ينتمي إلى هذا المجال، إذن صفر ينتمي إلى صورة r إطوال زائد بالدالة f، وهذا يعني بأن المعادلة f لx تساوي صفر تقبل حلا وحيدا في المجال r إطوال زائد. في الأخير لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى قادم الفيديوهات بحول الله.